منصف المزغني على كرسي الشوك وراك النار باش تفهم الجو اللي احنا فيه. انا لا اغار من الشعراء. الكلام هذا قلته على الوطنيه في برنامج قهوة عربي مع الزميل انصاف اليحيوي. عندك الشعور بالعظمه او عقده العظمه والنرجسيه. هو حتى النرجسيه والغرور ثميش واحد اذى ناس اخرين بالنرجسيه نتاعو. يا اخي واحد يحب روحه، وش دخلك فيه انت؟ يتجاهل الاخرين. يتجاهل الاخرين سيعرفهم عندما يحتاجوا اليه. وعندما يحتاجوا اليهم لهم ان يتصرفوا معهم بما يريدون. انا شاعر عظيم. لا لم اقل هذا ابدا. توحي بكلامك. لا انت توحي، انت مسؤول على على التاويل. اي وقت اللي تعطيني انت مسؤول عن التاويل. وقت اللي تعطيني انت اللون الاسود يلزمني نقول هو اسود. وقت اللي تلبس بالازرق يلزمني نقول هو ازرق. اي قول ما تنتشيش وتقول انا الشاعر العظيم. لا 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 من لا اهم لا شاعر في العصر الحديث في تونس؟ ما تعرفش يعني. ما تعرفش لانك حاجة من داخل تعرف. اقول لك حاجه، انك ماذا بيك تقول اسمك اما حتى لا تتناقض الاجابه. لا لا لا، عندما اقول اسمي صوتي لا يصل. شاكر نفسي يقرئك السلام. عندما تتحكي عن نفسك جرد من نفسك. جرد من نفسك. انت اليوم ناقد، ناقد وقدامك مجموعه من الشعراء ما بيناتهم المنصف المزغني. من هو اعظم شاعر في العصر الحديث؟ اعظم شاعر هو الذي يحبه الناس يعني. اسماء. اسماء. اسماء ما نعرفش انا. كل 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 اسم. كل بلد يعني. اسم 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 اسم. تونس الجمهوريه. اي احنا عندنا الشابي مثلا. المعاصرين. المعاصرين. المعاصرين يعني ما مش معني انا باش نقول كثيرون. معناها عندنا 500 شاعر بين شاعر. من هو افضلهم حسب رايك؟ لماذا افضلهم؟ اكثرهم جماهيريه. الدنيا مراتب. الدنيا خلقت وفق قواعد المراتب. النقاد يقولون هذا، مش الشعراء يبداوا يحكيوا على رواحهم. الشاعر يعني فما الشعراء اللي يحكيوا على رواحهم. لا يعني في شعر الفخر. لا يعني يحكي انت تحكي عن نفسك والناس يصدقونك او يكذبونك او يقولون انه مغرور او انه متواضع. من ينافسك حاليا؟ مانيش داخل في مسابقه، مش عدو ريفي هو الشعر يعني. ما لمن تقرا؟ لمن تقرأ من الشعراء حاليا؟ لحد الآن يعني التوانسة الحيين. اللي يعرضني. أما 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 اللي يعرضني. أما أما وكأنهم وكأنهم عبار عابر سبيل. مش هذا. عابر سبيل. مش هذا يعني. احنا ما مش عارف احنا نحبوا في المجتمع أنه ماذا بينا الواحد يحكي عن نفسه. لكن عن نفسك عندما تحكي عن نفسك وكأنك لا بد أن تستنجد بالآخرين وأنت ثم جوانب أخرى. من الرقم واحد اليوم؟ من الرقم واحد في الشعر؟ اسأل الجمهور. اسأل الجمهور. اسأل الجمهور. تعرف الجمهور يعني شخص. يعني ساعات واحد يقول لك أنا أكبر شاعر، وبعدين هو أكبر شاعر في جمهورية نفسه، فعنده الحق باش يقول. أما من سيذكره التاريخ هذا لا نعرفه. ايش هذه؟ معناها مش بالسيف انا ندخل في هالمحاجات هذه التي يعني. كابا فهم قلت انا اهم صغير ولد احمد كان صغير ولم يكبر. اي قلت. 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 هكا هنا تعمل في التفاضليه. هذاك لما كان حي. قلت هذا الكلام. ندمت على هذا الكلام بعد وفاته؟ لم أندم. لم أندم. ليش أندم؟ هل أنت أهم من صغير ولد أحمد؟ كل واحد وأهميته. معناها كأنك تقول لي مثلا أيها ما أهم يعني التفاحة من العنب. يعني كلام ما عندوش معناها. نسبة المفاضلة ما احناش نحن نحكي عن الشعر ولا نحكي عن السعر، من هو أعلى ومن هو قلت كذا. قلت أنا أهم من صغير ولد أحمد. قلت هالجملة عنوان مانشيت. اي اي انا اهم. اي اي اي
أنا أهم. قلت لك أنا هل ندمت على هذا الكلام؟ قلت لي ما ندمتش. هل اليوم تعتقد للتاريخ أنك أهم من صغير ولد أحمد؟ للتاريخ. ما ربما معنا المسألة متروكة للتاريخ يا سيدي الهادي، أنا ما نجمش نحكي. قلت حكيته. لماذا كنت شجاعا في كابافي وما لم تكن شجاعا معي؟ اي هذاك هو مازلت تتمسك به. ولن يكبر هو لأنه مات، يعني ما يجيبش يكبر يعني. البعض يكبر عندما يموت. ربما. كبر صغير ولد أحمد بعد وفاته في يعني قلبك وفي ذهنك؟ دائما في قلبي، وأنا الوحيد الشاعر الوحيد الذي كتب فيه قصيدة عنوانها أولاد أحمد. لكن كتبت فيه هجاء طويلا. وهو كتب فيها هجاء طويلا، كنا نتهاجى وكانت الساحة الشعرية تفرح بخصوماتنا. كلاش، ما يعبر عنه بالكلاش. اي معنى كنا. الآن مات الصغير، انا لا انا وحيد، لا اجد، انا يتيم، يتيم الـ 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 يتيم العدو، العدو الجميل او العديق ما بين صديق و... كان يسعى صغير ولد أحمد أنه يسمعك شعره. نعم فعلاً؟ أي يسعى إلى أن أسمع رأيي في شعره، وكنت أسعى أيضاً إلى أن أسمع رأيه في شعري. أنا... خلافكم شعري ولا إيديولوجي؟ أبداً، خلافنا خلافنا لا خلاف له. لا لا خلاف له. لا معناه يعني هو ايديولوجيا، يعني ايديولوجيا معناها شنو يعني؟ تونس لا تحتمل صراعاتنا الايديولوجيه اصلا. شو تقدم؟ قدم انه صغير ولد احمد هو شاعر الشعب. منصف المزغني هو شاعر السلطه. انا شاعر كتبت فأحبتك السلطة، وهو أيضا أحبته السلطة. يعني باه يا سيدي، هو الثورة وأنا الرجعية، باهيش هي تحبوا هكا أنتم. أنا رجعي هو ثوري ما تجمش تلحق عليه، وأنا هاني قاعد في الكرسي. لا مش هو، شوف في فترة من فترات كان نوع من القنص الثقافي. القنص. القنص يعني عندما انطلقت الثورة سنة 2011 يعني تم قنص الكثيرين وتم تجريمهم، وعلى أساس أنه غنى البن علي ولا وقف عند بن علي ولا مشى جزاه بن علي، جزاه بن علي وأعطاه بيت الشعر ولا بن علي ولا أعطاه بيت شعر. مش أعطيني بيت شعر، أنا بتاع بيت شعر، أنا أكبر من بيت شعر. شهرية بيت الشعر. تشهرية شو شهرية؟ تعرف معنى شهرية بيت الشعر؟ شهرية بيت الشعر يعني إذا كنت أنت يعني موظف في مكان فأنت تنتقل إلى بيت الشعر بنفس المكان بنفس الفلوس. ثم قيمته المعنوية، بيت الشعر فأنت المؤتمن على الشعر، ثم أنت جيت خذيت بلاصة صغير ولد أحمد. أي هذا كله راهو داخل في إطار الخرافة، والخرافة هذه عملها ولد أحمد الله يرحمه. يعني انت تعرف وهذا ليس سرا، تعرفش قديش الميزانيه التي تصرف السنويه لبيت الشعر؟ 5000 دينار، ثم صارت 7000. نحطوا سيلونسيو. لحظه نحطوا سيلونسيو. المنصف بابا لحظه خلينا لا هاتوا نسكروه يعني. لحظه حطوا سيلونسيو.